كان يؤمن بالإنسان، كان يؤمن بأن تميز الدول لا بالمصانع إنما بالرجال. الشيخ زايد رحمة الله عليه تجربة إنسانية، الشيخ زايد رحمة الله عليه كان متسامح مع الشعوب، الشيخ زايد كان يحرص كثيرا في دعم جميع المواطنين ويمكنهم أنهم يكونون مواطنين صالحين وفاعلين في استدامة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا اليوم الذي يحتفل فيه جميع الشعب الإمارات، لأننا لن ننسى ولن ننسى هذا القائد الرائع، قائدنا أبونا الذي علمنا التسامح، الخير، العطاء مع جميع الدول العربية والشقيقة. استلهمنا من هذا القائد الرائع حب الخير، حب العطاء، حب التسامح. طبعاً أنا وايد سمعت من أهلي إن الشيخ زايد كان رجل رائع وقوي، ويعني وايد يشجع الناس على أعمال الخيرية والعمل الإنساني والعمل التطوعي، وبالذات يعني أنا يعني كان قدوتي إني يعني الشيخ زايد كان قدوتي إني أكون شخص رائع ومثقف ويكون لي شجاعة.